في نقطة بس أخيرة اتفضل. كمان، الضربات الثابتة، الضربات الثابتة بتاعت النادي الأهلي في الفترة الأخيرة دي كانت بلوت في البداية بصراحة. جيدة الحقيقة، انا في البداية فيها بيتعمل فيها تكتك لكن أنت في مهم. الضربات الثابتة لا، في لعبها أعتقد إن ال 21 يوم الجايين دول لازم يتم تحفيز اللعيبة بعض الضربات الثابتة، سواء الضربات الركنية أو الضربات الثابتة على الأجناب أو اللي حوالين منطقة الجزاء، لازم نستغلها. لازم أنت ممكن تفك التكتل الدفاعي ده بضربة ثابتة، بضربة ثابتة. يعني تسهل عليك الماتش كتير جدا. فده اللي لازم الجهاز الفني طبعا يشتغل عليه الفتره الجايه، الضربات الثابته في خلال 21 يوم، خاصه ان انت كسبت حاجات كتير جدا في مباراه انبي ومباراه وديه النهارده، في مكاسب كتير جدا وبرضه التسديدات من خارج منطقه الجزاء برضه مهمه جدا، لان احنا طبعا. برضه ما اعرفش لما ما شفتش عمال افتكر في يعني وانت القاضي بتتكلم اخر غير القضيه طبعا، لا القضيه دي ما حدش بينساها، لا القضيه دي ما حدش بينساها، لكن انا بتكلم على ما بعد القضيه، عمال تفتكر في مش هتلاقي كتير، مش هتلاقي اهداف كتيره جبتها من بره على الرغم من محاولات مثلا مجدي قفشه، لكن مثلا عندك واحد زي اليو ديانج ما اعتقدش ان تسديداته، عمال افتكر يعني بيحاول بس مش على المرمى حتى، مش يعني على اليو المرمى اخر مباراه كان عنده مساحه، سولية الحقيقه كان بيشوط كويس، كويس جدا. فالحاجات دي كلها اللي حضراتكم بتتكلموا فيها هي حلول للفترة الجاية لتكتلات كبيره جدا، وعشان كده انا دايما بقول ان ال 20 يوم دول ال 22 يوم دول متنفس كبير جدا جدا صح. لبيتسو موسيماني.